مساء الخير على كل متابعي ومشاهدي موقع مباشر من مصر في كل مكان. اهلا بحضراتكم في لايف جديد، معاكم عبد الرحمن عاشور. النهارده موجودين مع حضراتكم من مدينه نصر. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، وان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم. رمضان جاب بسرعه وبيخلص بسرعه، ومن عاداتنا وتقاليدنا ان يوم العيد بيكون عندنا تشكيله كبيره من الحلويات، ومن اولها الكحك. تعالوا نعرف طريقه عمل الكحك بطعم وريحه زمان والانواع المختلفه للكحك. اهلا بك يا استاذ احمد، عايزين نعرف منك طريقه عمل الكحك. ايه المقادير؟ او مقادير الكحك: الكيلو نص كيلو سمنه، 200 جرام لبن، 1 بيكنج باودر، 200 جرام ده بالنسبه لمقادير الكيلو الكحك. تمام، عايز مقادير الكيلو بسكوت؟ يعني مثلا القريبه بتبقى ايه مقاديرها؟ مقادير القريبه كيلو، كيلو دقيق ليه نص كيلو سمنه، تمام، بيضتين ماشي، وتضربهم كويس، وورقتين دليم. ده بسكوت بالشوكولاته صح؟ اه ده بسكوت زي ما حضراتكم شايفين، هما دلوقتي بيعملوا بسكوت بالشوكولاته. هل مقادير البسكوت هي مقادير الكحك؟ لا طبعا. طب قول لنا كده على مقادير البسكوت. مقادير البسكوت 400 جرام زبده، تمام، خمس بيضات، خمس بيضات، اه، ورقه بيكنج باودر، ورقه بيكنج باودر، ورقتين فالينيا، ماشي، 200 جرام لبن، 200 جرام لبن، و 400 جرام سكر. زي ما حضراتكم شايفين ده البسكوت بالشوكولاتة بعد ما طلع من المكنة. معلم احمد، عايز بقى تاخدنا جوله كده على اصناف الكحك الموجوده عندك كده. ماشي، تعالى معايا. نبدا بايه؟ نبدا بالكحك الساده. نبدا بالكحك الساده. عندك ده كحك الساده، ده كحك ساده، اه، وده كحك كاكاو اللي هو بالشوكولاته، تمام، وده كحك اللي هو بالسكر، ده الكحك اللي هو بالسكر، وفي الباترينا كحك بملبن وبعجوه.
طب وايه دي؟ دي غريبه بالسوداني وفي غريبه بالمغربي. تمام. وفي بالعين كمان بس دي ما بعرفش. ده انواع الجوديفراد بالنسبه للشوكولاته. ماشي. ماشي. دي بالمربى بالشوكولاته، وده انواع الشوكولاته بالجوز الهند والسوداني، وده فارماسي، وده جوديفور ساده، وده بسكوت بالبرتقال. ده بسكوت بالبرتقال. هل في اختراعات او افتكاسات في الكحك وكده؟ اكيد في اختراعات، بس مع كل الزبائن اللي هي عايزه، فانت لازم تراعي برضه ظروف الزبون، عشان في اليومين دول الاسعار غاليه على الزبون. فالزبون يعني زي ما انت عاوز تعمل معاه، الواحد على قد ما تقدر معاه يعمل مع الزبون وتنقشه على الزبون، ومش مشكله بنتهاون مع بعض. ازاي اطلع الكحكايه ناعمه مش خشنه مش ناشفه؟ مش ناشفه. بتتحكم في موضوع السمنه. بتتحكم في موضوع السمنة ازاي مثلا؟ يعني هو كيلو مثلا بياخد نص كيلو سمنة. تمام. فلو انت عايزه ناعم اكتر فبتزود اكتر. تمام. بتزود بالكرومات. وعندي في انواع اللي هي الكوكيز والشوكولاته بالنسبه للتسويه، هل ينفع نسوي الكحك في الميكروويف؟ بالنسبه للتسويه الافضل اللي هو الجهاز الالي. تمام. عشان ده كل حاجه بتدور على درجه حراره معينه يعني. عامل مفاجآت للناس في العيد؟ ان شاء الله باذن الله. يعني مثلا سحب، هل اللي بيشتري اكبر كميه كحك ولا ايه؟ بص، الاكتر اللي هو الكحك والبسكوت، دي اكتر حاجه شغاله ضغط عليه، والقرايش الساده والقرايش المعجنه والمملح، دي اكتر حاجه مضغوط عليها. الاقبال بقى كبير من الناس على انه يعني اللي بيشتروا جاهز ولا اللي بيخبز عندك؟ الناس دلوقتي حاليا الافضل عندي ان هم بيشتروا كله جاهز من عندي. تمام. عشان خاطر الاسعار بره في المون والمقادير والكلام ده غاليه جدا، فعشان انا بجيب من الشركه على طول متواصله، بنحتاج بعض الاسعار حنينة شويه على الزبائن يعني. شايف ان ده كسل من الناس ولا بيختاروا الاضمن؟ لا بيختاروا الاضمن، واكيد يعني في محل ثقه بيني وبين الناس يعني. تمام. أعزائي مشاهدي مباشر مصر في كل مكان، زي ما احنا شفنا مع بعض أنواع كتير من الكحك وبسكوت العيد وكل ما يخص عيد الفطر المبارك. وهل واجب علينا ان احنا لازم نخرج نحفظ، وهل سيدنا النبي بيقول نص على انها تكتب سيدنا النبي ايه؟ ده بتاع البسكوت، زي زبدة البسكوت؟ لو مثلا انا عايز اعمل كيلو بسكوت، ايه المقادير اللي انا اجيبها لك؟ كيلو البسكوت المقادير بتاعه 400 جرام زبده قرفه. تمام. ماشي. 400 جرام سكر. تمام. 200 جرام لبن مع 1 بيكنج بودر مع 4 بيض. تمام. طبعات الكبير، كيلو بيرمي معايا كيلو ونص بره بعد التسويه. يعني انت بتعمل اي شكل من الكحك وكده؟ كل انواع الاشكال عندي حسب ما الزبون عايز وانا بعمله له. تمام. الاول أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع مباشر من مصر، كان معكم من مدينة نصر عبد الرحمن عاشور. بص على